جاي. طلباتك يا باشا. شاي على ماء بيضة وحات والدك وروق للشيش. على عيني حاضر. وعندك واقع شاي كشري تمام التمام. وصلح مع الشيشة. هو مغاوري ما جاش سأل عليا هنا؟ مغاوري مين؟ ده واحد من بلدنا لو مؤاخذة جايب لي فلوس معاه. لا ما شفتوش. أهو مغاوري. أهلا مغاوري. أنا حميد الجمل. مش مهم، تشرب إيه ولو مؤاخذة؟ ما شاربش. من سوهاج؟ لا، من طحنة مديرية سوهاج. وجاي تعمل إيه هنا؟ أشتري بهايم. بيقولوا في وجه بحري البهايم أرخص من عندينا. بقول لك ايه، تيجي اوصلك في العربية بتاعتي. اشكر يا امير. الترومبيل ده بتاعك؟ هاي اتفضل. تعمل بيه ايه؟ انا اصلي ببيعه عشان اجيب موديل احدث. منين يا ولد العم؟ انا يا دوب شايل 2000 جنيه، اشتري بيهم عيد ولا فعل جاموس القط بيهم رزقي. ولا يهمك، اللي معاك ادفعه. الترومبيل ده سوكا. تعالى بس تعالى. تعمل ايه يا حرامي يا ابن الحراميه؟ حرامي؟ يبي فلوسي، ما فيش فلوس جامله. امسكوا كويس يا باشي لغايه ما اجيب البوكس. وتجيب البوكس ليه هنا يا باشا؟ هم يروحوا له. مين على اسمك؟ الناس هتبيع. انا اروح اجيب معمليه بيه. هو كان يفتح العربيه، ادي العربيه وادي الحرامي وانتوا البوليه. انا اروح اجيب ليه بيه؟ صح يا باشا. الراجل ده ملوش لازمه يتبهدل، اديله فلوس ويمشي. صح صح. فلوسك اهي، خلي بالك منها كويس قوي. ها؟ قفش عليها بايديك واسنانك، فاهم؟ اوعى حد يلهفها منك. ربنا يعلم يا راجل. اوعى ايدك بقى. مين على اسمك؟ خد الواد ده قدامك. يلا. امشي يا راجل. حرام. تعالى يا باشا. على الصاد. دورية تنادي العمليات. دورية 2 تنادي العمليات. حاول. نصاب يا حرامي. تعملوا ايه بس؟ قبضنا على نصاب كبير. وطلعنا لمديرية الأمن. حاول. أنت حاول. ركبه بالشويش. يلا. في عرضك يا باشا. في عرضك يا باشا. والله العظيم دي أول مرة أعملها، وحياة أمي ما عدت أعملها تاني. أنت عارف سرقة عربية في قانون العقوبات الجديد معناها إيه؟ 25 سنة مؤبد، هتفضل شهر مؤبد لغاية ما تموت. أنا كنت موظف حكومة محترم. أمين مخازن قد الدنيا والقشة كانت معدن. الشيطان وزني. وإيه اللي عمل فيك كده؟ مشيت في سكة الحريم لغاية ما عرفت دلال. نعم يا أخويا. قانون الجنايات يا حبيبي ما فيهوش دلال. المهم يا بيه، مديت إيدي على العهدة يوم ورا يوم لغاية ما اتقفشت. خدت فيها 3 سنين واول يوم النهارده هدوق طعم الحريه. يا حلاوه. واهلك عرفوا انك شرفت في السجن؟ اهلي ايه يا بيه؟ انا ماليش غير امي واختي، ومن حسن الحظ قلت لهم ان انا مسافر الكويت ادور على شغل. اسمع هنا، شكلك ما بيكذبش. ابدا والله يا بيه. انا هسيبك المره دي واحمد ربنا انك وقعت في ايد واحد زيي. ربنا يخليك يا بيه. انا هديك اجره المواصلات بدل ما تسرقها ولا تصاب تحت الكسر رقبتك. انسى. شاكرين يا بيه. ربنا يعلم ربنا. اسعى اسعى. يا خرب بيتك يا حميده. الفلوس حطوا لي بدل العرض. كانوا كام جنيه؟ اقول لهم ايه عاد؟ اقول لهم ايه في البلد عاد؟ كانوا منك كام؟ اقول اتسلكت اول ما حطيت رجلي في مصر. يا خرب بيتك يا حميده. كانوا منك كام؟ ادي واحد اهو. فجر يا باشا. تمام. فجر يا باشا. ان شاء الله. فجر يا باشا. عدى يا بلدية. العمده اتعرف عليا واتكتروا عليا وجابوني الاسره. ايه يا جماعه؟ اوعى تكون خرجت واعترفت عليا اني عملت معاملة الناس. انت اعترفت ايه؟ يبقى خرجت الكفاله ب 50 جنيه ما جاتش معايا ال 10. ايه يا جماعه؟ فلوسي؟
تنهاش تسير بيت مصطفى مصطفى عندك هات عندي أخوة بجواب حط خلق السجارة كانت دعم بجيب أخوة أنا لما كنت حوالي هاتك هتاخدوا على داي ومدين فوق عشان تلاقي بوس هي كفالة 50 جنيه دي مياية تفعله 50 والباقي ترشيه برضو الأمر ما يسلمش طب هو اسمه ايه؟ معرفش يا دي النيلة ازاي ما تعرفش اسمه؟ طب شكله ايه؟ واد جدة وعضلات كده انا عارف انك هتسلكي يلا ايه جاي في ايه؟ ابدا تسليكه صغيره كده، هو ابراهيم عمل ايه؟ خد استمرار حبس بالاذن لا استنى انا عايزك في مؤاخذه شغلانه صغيره كده معايا؟ ماشي يا لطفي المنزلاوي لطفي المنزلاوي انا؟ امال انا؟ قرابك مستنيك بره لطفي الحمد لله على السلام وحشتيني قوي قوي يا ابن خالتي انا دي عامله تعملها ابن خالتي نسيت انا اما اقول لك ايه بدل ما تيجي على بيتنا تيجي على بيت الحكومه انا عايز اقول اخد ابن خالتي واروح اتفضلي بنت خالتك دفعتك الكفاله احمد ربنا من اللي جاي ازاي سعاده البيت ده اهل ناس كويسين جدا وعيله محترمه قوي يا سعاده البيت هاخد ابن خالتي واروح تشكر يا سعاده البيت يلا يا ابن خالتي يلا يا ابن حبيبي الاستكين بتاع الصعيد اللي اشترى الترماي اللي اشترى المرسيدس طب مش تقول كده ماشي طب وابراهيم انا مش لما يخرج من بيت العز بقول لك ايه عايشني النهارده وموتني بكره هتفضل تغلس كتير قوي قدام باب الاسم ما تيجي نتفاهم في حته تانيه احسن برضه اتفضل تعالى حبيبي الفلوس ايه